السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة. أنا هاني على قناتكم حدث اليوم. الأخبار متسارعة جدا وتطور كبير جدا على الأرض في اليمن في خلال الـ 24 ساعة الماضية. بيان التحالف أمس لتركي المالكي العميد الركن تركي المالكي كان قوي جدا، ولكن الملاحظ هنا أن هذا البيان كان من شبوة. فهنا المملكة العربية السعودية تعلن انطلاق الحرب وتطوير الهجوم من الداخل اليمني. بناء على ذلك إيران الإرهابية ردت بإعلان للبديل لحسن إيرلو، وهو عبد الرضا شهلاني، وهو المسؤول العسكري غير ملقب بصفة دبلوماسية، في تحدي سافر ما بين إيران وما بين المملكة العربية السعودية. الإيران ترد بهذا المسؤول العسكري، وهو مسؤول في فيلق القدس وتابع للحرس الثوري وليه عمليات إرهابية كبيرة جدا، هنتعرف عليه في خلال الحلقة. المسؤول العسكري الإيراني اللي هو موجود بالفعل في مكان ما في اليمن، قد يكون في صنعاء، قد يكون في مكان قريب من المأرب، ولكن الهدف الذي أتى من أجله طبقا للتحليلات العسكرية والمصادر اللي مدتنا بيها، انه هو آتي الى اليمن ليقوم بعملية تطوير الهجوم في مأرب. ده هدفه ان هو مأرب هي الهدف الاساسي، لان هي بالنسبة ليهم اكتر من سنة حاولوا ان هم يسيطروا عليها ميدانيا فشلوا، ولكن هو قد يكون في يعني صنعاء. هنا بنتحدث عن هذا المسؤول الإيراني، هو ليس ملقب بصفة دبلوماسية، ده كده تحدي سافر ان هو مسؤول العسكري، تم اطلاق هذا اللقب عليه، هو المسؤول العسكري في صنعاء. يعني اللقب دوت هي إيران بتتحدى بيه المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية. نفهم من هذا ان هذا الرجل اللي هو عبد الرضا شهلاني، الرجل ده عنده سجل حافل جدا بالعمليات الإرهابية، وهو مطلوب في أوروبا، مطلوب في إنجلترا، مطلوب في البحرين، مطلوب في المملكة العربية السعودية، مطلوب أمنيا هو المملكة العربية السعودية، مطلوب في أمريكا. هذا الرجل في يعني منذ في عام 2007 قام عملية كبيرة جدا في الداخل العراق ضد القوات الامريكيه، وكانت عمليه اللي هي في احتفال بكربلاء في العراق، والعمليه دي يعني قتل فيها اكتر من 5 جنود امريكيين وحصل اصابات في جنود امريكيين، فهو مطلوب امنيا للامريكيين، وهو ايضا مسؤول عن عمليه كان بيعد عمليه اغتيال انفق لهذه العمليه 5 مليون، مسؤول عن كان للتخطيط لعمليه اغتيال فاشله ضد السفير السعودي في واشنطن، هذا كان قبل 10 سنوات تقريبا، وان هو مطلوب امنيا في الولايات المتحدة الامريكية، ومصنف للتصنيف الارهابي درجة عالية جدا اسمها SDGT، وان هو مطلوب امنيا في الدول اللي انا ذكرتها. ولكن احنا عايزين هنا نتعرف على ايضا سجل، هو الرجل ده مسؤول عن تزويد الميليشيات الشيعية الايرانية بالسلاح وفي العراق، وايضا ان هو عمل عمليات عسكرية عدائية ضد امريكا وضد البحرين 2018، كان برضو بيزود اللي هم الشيعة هناك في البحرين، وان هو كان بيقوم بعمليات اغتيالات هناك، ولكن فشلت الحمد لله. فالرجل ده اصلا ليه اسامي كتير جدا، معروف باسامي كتيرة، وان هو ليه اسامي هنتعرف عليها دلوقتي مستعارة، كلها اسامي مستعارة، ليه اسم عبد الرضا شهلاني، ليه اسم حاج يوسف، ليه اسم الحاج يوسف، ليه اسمه الحاج ياسر، وليه اسم يوسف ابو الكرخ. هو مواليد 1957، اماكن وجوده في يعني في بتاع دوت كرمانشاه في ايران، وايضا في قاعده عسكريه في طهران في اسمها قاعده مهران دي في ايران. الخلاصه كلها اللي احنا بنتكلم عليها عن ان هو الراجل ده طبعا تصنيف ارهابي كبير جدا، ولكن الخلاصه ان ايران هنا لن يعني هي ترسل رساله بوجود هذا الرجل العسكري في الداخل اليمني، ان هي مهما كانت الاسباب ان ايران مش هتترك اليمن، لان دخول ايران وسيطرتها على اليمن حوالي اكتر من 8 سنوات تقريبا، ويمكن 10 سنوات تدخلها في اليمن، ده هنا منها ان هي عمليه انطلاق للجزيره العربيه، واحنا تحدثنا عن ذلك قبل، ان هي هتقوم بعمليه تطويق للدول العربيه من بدايه من اليمن وسيطرتها على اللي هو البحر الاحمر. ولكن
العمليات اللي هو المفروض ان هو جاي ليها عشان يعمل عمليات تطوير للهجوم، وهو بالفعل عنده بعض يعني اللي هو المرتزقه الميليشيات اللي هي الحرس الثوري ومن فيلق القدس موجودين هناك. ولكن انا ذكرت امس ان هم تم مقتل مئات من الميليشيات الايرانيه في اليمن في الايام الماضيه، وايضا ان هو هيكون في يعني فصل جديد لعمليه التطوير في الايام القادمه بالداخل اليمني، هو يقوم بعمليه التطوير، واكيد ان هو احضر معه قوات وعمليات اسلحه متنوعه، ولكن هيكون في عمليه استهداف مباشره. هنا بقى هيكون الرد السعودي، عمليه استهداف مباشره لعبد الرضا شهلاني المملكه العربيه السعوديه، هيكون هو بالنسبه لها عبد الرضا شهلاني هو التارجت والهدف الاساسي لقتل يد ايران داخل اليمن. ده هيكون العمل الاساسي للصقور السعوديين والاستخبارات السعوديه في الفتره القادمه. ولكن طبعا هذا الرجل سيكون غير معلوم للعملاء او اللي هم المتعاونين مع المملكه العربيه السعوديه، ولكن هيكون هنا في دور استخباراتي قوي جدا على الارض داخل اليمن لمعرفه مكان هذا الرجل، وسيتم كشفه ويتم استهدافه. الموضوع هيكون يعني هياخد وقت شويه، ولكن لان الطرف الثاني بيحاول ان هو هيقوم بعمليه التطوير، و يعني وجود يعني مساله ما بين المملكه العربيه السعوديه وطهران هي عمليه انهاء للوجود الايراني. يعني المملكه العربيه السعوديه عايزه تنهي الوجود الايراني في داخل اليمن وداخل الخليج كله، فهيكون ده هدف المملكه العربيه السعوديه، وايران هيكون ان شاء الله نهايه وجودها في الاسابيع والشهور القادمه. الموضوع هياخد وقت شويه، لكن هتبقى نقطه الانطلاق هي من مدينه محافظه البيضاء وزمار، منها هيتم تطوير الهجوم. وعلى فكره في معلومه ومصادر يعني اكدت لي انه انطلاقا من العمليه اللي اطلقت امس من شبوه ببيان التحالف، هنا المملكة العربية السعودية أرسلت أسلحة نوعية متطورة جدا لم تنزل إلى الأراضي اليمنية، يعني هتم استخدامها عمليتيا في تطوير الهجوم والعمليات السيطرة، ولكن هيكون بتكاتف الجيش الوطني قوات العمالقة يعني اللي هي القبائل اليمنية اللي هتكون يعني قلبها على قلب يعني وطنها، وهيكون في تطوير كبير جدا. تزورين إن شاء الله عصر اليوم في حلقة هامة عن أسرار لقاء أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني داخل السفارة الإيرانية في مسقط، ما بينه لقاء ما بينه وبين محمد عبد السلام المسؤول الحوثي الذي التقاه أمس صباحا. هذا اللقاء الهام جدا، سيكون تفاصيله كلها تكون معانا، وإيران ماذا تريد في الأيام القادمة، وإن هي متمسكة بالحوثيين، ولكن هنشوف على الأرض السعودية هتعمل معاكم إيه. بحفظ الله وأمانه ألتقيكم دايما، انتظروني عصر اليوم في حلقة هامة، ودايما إن شاء الله ألتقي في أخبار سعيدة. حفظ الله المملكة العربية السعودية، مملكة الحزم، ملك سلمان، ولي العهد السعودي، ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.